مد رجلك شويه يا خليفه. اهو اهو يا صباح الزبرجه ده معلم حنش. صباح الفل يا معلمين. اقعدوا. ايه ده؟ انا شفتك قبل كده. الله، انت نسيتني ولا ايه يا معلم؟ ماهر الدخش اللي كنت ماشي مع نواعم. دخش؟ اه دخش. افتكرتك. ازيك؟ ازاي البت نواعم؟ بت ايه بقى؟ ده زمانها بقت تيتا دلوقتي. عرفك باخويا وصديقي وحبيبي خليفة التاتش. زمل ايده تتلف في حديد. خليفة التاتش؟ متشغلش بالك يا معلم، مش هتعرفني، ما سبقلناش سابق معرفة قبل كده يعني. مش مهم. اقعدوا، انا من الصبح بدور على صحبة تأنسني للصبح. ياه، ما احنا قاعدين نسبته ازاي ان احنا، تعالى نقف كده يا خليفة. بص احنا واقفين دلوقتي كده قاعدين اهو. السلام عليكم. شفت قعدنا ازاي؟ احنا دلوقتي قاعدين اهو قاعدين. اهلا وسهلا. انا دلوقتي عايزك في حوار على السخان كده عشان مستعجلين بعد اذنك يعني. بندور على واحد من حبايبك العالي العشقيه اسمه حميده خرطوشه. خرطوشه؟ خرطوشه الواد حميده خرطوشه. ايوه. ماله ده؟ ماله ايه؟ بيقول لك عايزين نعرف هو فين. ده مش مركز خالص يا ماهر. ماهر؟ لا لا. ما انا ماهر، انا ماهر. ده خلص الموضوع ده من زمان وافتكرته الحمد لله. احنا دلوقتي عاوزين حميده خرطوشه. فين طريقه؟ نلقاه فين؟ سكته معروفه. ها، بيمشي على طول مع معلم اسمه. ايوه، سيد الضب. سيد الضب. سيد الضب. سيد الضب. ايه يا خليفه، انت اتعديت ولا ايه؟ اه، ده بتاع الثلاث ورقات صح؟ الله ينور عليك، يبقى انت تعرف. وفي حد ما يعرفوش؟ الله، مش زبل وابنكار زينا. نلقى فين بقى؟ في مولة سيدي ال ها؟ الطشطوشي الحلي. تومار الاليوبي. الاليوبي ده اخو صلاح الدين. صلاح اسمه. لا لا، انا اسف، انا اسف، انا ما تربيتش، انا كنت بهزر بهيس كده. انا ما تربيتش. بالاذن احنا بقى عشان نلحق طريقنا. يا باشا، هو انا اعرف الارقام المتسجله عشان كمان اعرف اللي مش متسجله؟ عفاف، ما زعلناش منك. ها؟ بص يا باشا، الحركات دي سعادتك بتاعت البتعه. ودي مين البتعه دي؟ بتاعت الجمعيه يا باشا. جمعيه يا عفاف؟ انا هحكي لسعادتك على كل حاجه. بص سعادتك، اسم الله على مقامك كده. انا داخله انا ونسوان الحرجه معايا صغيره كده على قدنا. البتعه دي بقى يا باشا الحكام دار بتاع الجمعيه، هي اللي بتقبض مننا الفلوس وترجع توزعها تاني. احنا نستعبط يا بت، ودي اللي هيخليها تكلمك من رقم غريب يا باشا. ما هي دي حركاتها يا باشا. هي كل ما تلاقيني بعوق في الجمعيه وتكلمني من تليفونها المحمول ده على رقمي وانا ما بردش، تكلمني من ارقام غريبه يا باشا. قال ايه؟ بتترصد لي. طب ماشي، اسمع يا عفاف، أمرني يا باشا. ما هتتسلي بالرقم ده دلوقتي. لو المحروس خليفة جوزك هو اللي رد، هتقولي اللي هقولك عليه بالظبط. عيني يا باشا، تحت أمرك. الله، ما تهبط يا أبوه. ما قلت لك يا أخي، أنا عرفت لك كل حاجة عنه، وخليفة كمان طلع عارف المعلم بتاعه. أيوه. طب ما تتأخرش، هنستناك على أول الطريق. يلا سلام 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 سلام. ايه قال لك ايه؟ هيجي ياخدنا بالعربيه. مين؟ بنت مراتي. الو، افو افا، وحشتينا يا بنت. ما سالش عنك ازاي؟ ده انا في سيرتك كل يوم. انت فين دلوقتي؟ انا جايه على الطريق من نوابه. طب خلي بالك، انا مش في البيت. لا، حصل شوية لبش كده وانت مش موجودة. لبش؟ لبش ايه يا اخويا؟ كفالة الشر. هقول لك بعدين. بصي، انزلي عند اختك انت، وانا هروح مشوار كده مع درويش وهبقى ارد على طول. مشوار؟ مشوار يا راجل؟ هقول لك بعدين يا عفاف. اقطع درعي من لغلوغه الا لما كنت لايف لك على واحدة في غيابي يا خليفة. ايوه، يعني رايح فين؟ واحدة ايه وليا؟ واللي يعرفك يعرف حد. يبقى تقولي المشوار اللي انت رايحه. رايح المولد، مولد سيدي تومار الاليوبي. ايوه، فين يعني فين؟ ايوه فين ده يعني فين؟ الاليوبي ده هيبقى فين؟ في طنطا، في اليوب. ايه ده؟ ايه صدى الصوت اللي عندك ده يا بت؟
يا راجل بقول لك جاي على الطريق، يعني صحرا صحرا صحرا. يا الصحرا فيها صدى صوت؟ مش في سراب؟ طيب يبقى في صدى صوت بس بيبقى قبل المغرب بثمان دقايق على حسب. يا جاي منين؟ يا جاي منين؟ من نويبع. يبقى ثمان دقايق. الحمد لله كنت هظلمها. لا عفاف ازعل افوفا. ماشي يا حبيبتي. عاطف نزلها الحجز. امرك يا ريس. باشا حجز تاني يا باشا. يا باشا يا باشا انا عايز اروح يا باشا. انا عايز اروح على اليوم. يا خليفه بيتك يا خليفه يوم ما شفتك باشا. احنا هنروح اليوم فعلا يا باشا. قلت حاجه ولا ايه؟ يلا بينا. صوابع. ده انا اخر ايد شفتها كانت 3:30. طب قوم بقى يا خرطوش، انا احسن ابويا يكب ويسود عشتنا. طب قومي هزلنا هزتين حلوين كده عشان التعميره دي جامده قوي واسمها هزه مستر. لا مؤاخذه يا خرطوش. يا لهوي قطعنا عليكم الخلوه. خليني اقعد من الدايخه انت وهو. اثبت اثبت يا ابني دلدقلك مصارينك على الارض. اسمع كلام عمك الدخش عشان هو بيحب الدلدقه، بيحب الدلدقه قوي. انت هلا مين اللي كراك على لواء شوقي؟